بسم الله، ربنا ثبت أقدامنا على التوحيد وانصرنا على أنفسنا وأخرجها من قبضة الأبالس أجمعين. آمين يا رحمن يا رحيم. قلنا بالمناسبة وقت اللي أهل العاجلة رأوا خسارة مباشرة ونهايتها جهنم، حتى قبل ما يدخلوا لها فما إشارات اللي جهنم مش تبلعهم. هل من مزيد؟ يقول المربي، قل لها هل امتلأت؟ قل هل من مزيد. وقت اللي يراه الأمور ركحت في مضرتهم ويجمدوا موضوع رزقهم في الآخرة، رزقهم وعذاب في جهنم، وعلاش ربي يخليهم يسمعوا كلام كما هذا، كلام في لوم اللي صار ما صار فيكم، انتهى الأمر ولعب بكم الشيطان وأنتم معه في حضرة جهنم وبئس المصير. يقول لهم ربي أذبتم، أو الملائكة الكرام عليه ولا الأنبياء عليهم السلام، يقولوا أذبتم يا كفار يا أهل العاجلة طيباتكم في الحياة الدنيا، انتهى سيبيني. Votre portion elle a été consommée, vous n'avez plus rien du tout. حتى حاجة بسيطة ما عادش تنالوها، ما تنالو كالعذاب كجزاء كفركم برب العباد وجزاء ظلمكم لأنفسكم ولغيركم وأفسادكم في أرض الله وملك الله. تكلمتم في الله ما بما لا يجوز، لم تسبحوه ولم توقروه ولم تعترف بأنه عزيز وذو انتقام كذلك، هاو ينتقم منكم الآن. أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا والسلام.